أنا أشرح هذه الأمور حتى تعرفون ألاعيب هذا النظام وطريقته وتخلي عن أبسط قيم الرجولة والشرف والمعاني في أبسطها اللي لازم تنوجد لأي إنسان تقبل التعامل الاعتيادي. إهانات متكررة وجهها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إلى حافظ الأسد، بل واتهمه في عدة مناسبات بالخيانة، فما سر هذه العداوة بين الرجلين؟ لمعرفة الإجابة علينا العودة إلى استلام حزب البعث للسلطة في كلا البلدين الجارين. ففي الثامن من آذار عام 1963 قادت اللجنة العسكرية لحزب البعث في سوريا انقلاباً على الحكم، وهي لجنة شكلها حافظ الأسد إبان ابتعاثه للتدريب في القاهرة زمن الوحدة مع مصر، وضمت مجموعة من العسكريين أبرزهم صلاح جديد وعبد الكريم الجندي. تلاها انقلاب على رفاق الأمس داخل الحزب عام 1966 عرف لاحقا بحركة 23 شباط، والتي قامت على إثرها اللجنة العسكرية للحزب باعتقال صلاح بيطار الشريك المؤسس للحزب مع ميشيل عفلق. في العراق لم تختلف المسيرة كثيرا، فوصل حزب البعث إلى السلطة عبر انقلاب دموي ضد الرئيس عبد الكريم قاسم، إلى حين استلام أحمد حسن البكر رئاسة العراق وتعيين صدام حسين نائبا له. الصراع على الزعامة. في عام 1970 نجح حافظ الأسد بالاستيلاء على السلطة ورسخ هيمنته على مفاصل الحكم، ولم يتمكن حزب البعث ذو المنطلقات القومية الوحدوية من تحقيق أي نوع من أنواع الوحدة، بل صب جهوده دوماً في الانقسامات وترسيخ العداء. وهذا ما كان في أول مواجهة بين حافظ الأسد وصدام حسين. ففي 16 من حزيران عام 1979 زار حافظ الأسد الرئيس العراقي أحمد حسن البكر للاتفاق على الوحدة بين سوريا والعراق، على أن يكون حافظ الأسد رئيساً للدولة الموحدة والرئيس العراقي أميناً عاماً للحزب الحاكم في البلدين. لم يمضي على الاتفاق سوى 3 أسابيع حتى أعلن نائب الرئيس العراقي أنذاك صدام حسين انقلابه مجبراً البكر على التنحي. مع الأسف هم يريدون يصيروا النواب لحافظ الأسد، وإحنا نقول لعين العين ونقول إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي. قرر صدام اتباع أسلوب التحدي مع الأسد. الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ رد حافظ الأسد لم يتأخر وجاء بعد عام واحد، حيث اندلعت الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 واستمرت ل8 سنوات. انحاز خلالها الأسد منذ بدايتها إلى جانب طهران وأغلق الحدود السورية العراقية وانقطعت العلاقات الدبلوماسية. ومن حينها بدأت مكاشفة العداء بين رجلي البعث، وتحولت من نزاع حزبي إلى صراع شخصي، فبدأ كل منهما باحتضان المعارضة السياسية للآخر، واتهمت حكومة الأسد بغداد بدعم جماعة الأخوان المسلمين، في حين اتهمت بغداد الأسد بتهريب الأسلحة إلى العراق عبر سفارتها. أيها الأخوة العرب في كل مكان، تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق، ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق، ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء وانتهك الحرمات ودمر السفارات والهيئات الدبلوماسية، ومنها الجريمة النكراء ضد سفارة العراق في بيروت. وأنكم تعرفون أيها الإخوة من الذي حشد جيشه في بداية الحرب مع إيران على حدود العراق، ثم حشده بعد ذلك على الحدود الأردنية. هذا هو حال بعض الحكام العرب عندما يأخذون بعض الأقوال أو يتخذون بعض المواقف، إنهم ببغاوات
المسجد فقط. الخلافات المعلنة بين البلدين ما لبث أن طفحت معها إلى السطح سلسلة من الفضائح تفنن صدام في سردها في عدة مناسبات، كاشفا في إحداها خيانة حافظ الأسد للجيش العراقي في حرب تشرين ضد الكيان الإسرائيلي. دخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتسدى بها في دمشق، وكان كل شيء مهيئ معد كل الترتيبات للمباشرة بهجوم مقابل يقوم به الجيش العراقي بالدرجة الأساس. جت الأوامر من نظام سوريا وقف الهجوم ووافقوا على وقف إطلاقنا. وتارة فضح الأسد في قضية الجولان. إن البعض يتحدث اليوم ويكثر العويل عن ضم الكيان الصهيوني للجولان، فكيف استطاع الكيان الصهيوني أن يضم الجولان من دون أن تطلق ضده رصاصة واحدة؟ استمرت القطيعة بين الطرفين 20 عاماً، وشكلت جملة مكتوبة على جواز سفر السوريين مسموح لكل الدول عدا العراق سيمة هذه العلاقة إلى تاريخ وفاة حافظ الأسد وتوريث ابنه الحكم في سوريا، ليقوم بعد عام رئيس الوزراء في حكومة الأسد الابن مصطفى ميرو بزيارة إلى بغداد. ما رأيك في طبيعة العلاقة بين صدام حسين وحافظ الأسد؟